It's interesting that it's like a museum, but at the same time, it is used as a religious place. I'm here to look at the architecture. I'm an archaeologist from Denmark, so that's quite interesting for me too. So it reminds me of Hagia Sophia. So. كنيسة لمسجد ثم متحف ومستودع، واليوم يعود على خطى آيا صوفيا ليفتتح أبوابه أخيرا كمسجد للمصلين. مسجد كارية في منطقة الفاتح بني ككنيسة بيزنطية بالقرن السادس، شاهد على ترنيمات وصلوات عبر الزمان، وفي عام 1511 وبعد فتح اسطنبول حوله عتيق علي باشا أحد كبار وزراء السلطان بايزيد الثاني لمسجد، وصار اسمه جامع عتيق علي باشا أو جامع كارية أو قعرية، وهي مرادف لكلمة يونانية تعني المنطقة الريفية أو القرية. ثم جرى تحويله إلى متحف بقرار من مجلس الوزراء عام 1945، اشتهر بلوحاته الجدارية البيزنطية. Here visiting from Canada. We visited a number of mosques in Istanbul. This is our last day in Istanbul, so it was very lucky that we had this opportunity to visit this magnificent place with the beautiful artwork inside. أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بتحويل هذا المكان لجامع في 2020، ثم افتتح رسميا بعد الترميم للزوار والمصلين في 6 مايو 2024، ليكون جزء من تراث وتاريخ هذه المدينة.